حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف المحامي فريد غازي. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. إذن تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نحتفي أيضا هذا العام باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم. كيف تنظر للتطور الذي شهده الملف الحقوقي في مملكة البحرين خلال العهد الزاهر؟ شكرا لهذه الاستضافة. حقيقة منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في مملكة البحرين وحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان هو الهدف الأسمى لجلالته حفظه الله ورعاه، وترجمت هذه الأهداف في القوانين والاتفاقيات اللي التزمت بها مملكة البحرين. وحقيقة تعلمنا من جلالة الملك بأن مفهوم حقوق الإنسان هو بمفهومه الشامل الذي يشمل حق الحياة وحق السكن وحق العمل وكل ما تفضل تقريركم بإبداء حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض مملكة البحرين، على أن تكون هذه الحقوق شاملة لكل مقيم، ليس فقط للمواطنين وإنما لكل مقيم في مملكة البحرين. لقد شهدنا ازدهار مؤسسات دستورية عنيت بشكل خاص بحقوق الإنسان، أولها التعديل الدستوري في عام 2002 وبعد إقرار ميثاق العمل الوطني في فبراير من عام 2001، وحقيقة وبعد ذلك بعد التعديلات الدستورية يعني خرجت لنا المحكمة الدستورية في مملكة البحرين، تطوير النظام القضائي، تطوير النظام العدلي، تطوير القوانين قانون العقوبات وما نتج عن ذلك من حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقد شمل كل فئات المجتمع، ذوي الهمم وكبار السن والأطفال بإصدار قانون الطفل لعام 2012 وقوانين العمالة وتعديل قانون العمل وأيضا حماية العمالة في مملكة البحرين، وأيضا ازدهرت الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها كاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية وأيضا ضد التمييز ضد المرأة. كل هذه الاتفاقيات بما لا يعارض الشريعة الإسلامية التزمت بها مملكة البحرين. فبالتالي العهد الزاهر لجلالة الملك حقيقة يعني أستطيع أن أطلق عليه بأنه حقق مفهوم حقوق الإنسان وتعزيز حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بمفهومها الشامل المستدام، وهذا ما نعيشه جميعا في مملكة البحرين. ورغم ما تحقق في مملكة البحرين إلا أن طموحنا كحقوقيين، طموحنا كمشتغلين في ميادين حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية لا زال بأن سقفنا أعلى من ذلك، ونعلم كل ويقينا بأن الإرادة الملكية هي لا سقف لها في مجال حقوق الإنسان، ولكن نحن نتطور بشكل تدريجي حول هذا المفهوم. وجلالة يعني حفظه الله ورعاه صاحب المبادرات، صاحب التوجيهات السامية إن كان على الصعيد العربي والدولي. فجلالة الملك رؤية الحقوقية رؤية إنسانية تشمل المواطنين وغير المواطنين، وقد طالت هذه النظرة أيضا المجتمع الدولي في نظرة جلالته في مجال حماية وتحقيق يعني وحماية حقوق الإنسان. أيضا قد طال المجتمعات والنكبات التي أصيبت بها الشعوب الأخرى، مملكة البحرين والتوجهات السامية سباقة في إطلاق المبادرات ومساعدة الشعوب الأخرى إنسانيا من أي تضرر يصيبهم، والبحرين تعمل في هذا المجال بشكل جاد ومتسع. نعم. في النهاية نستطيع أن نقول بأن مجال حقوق الإنسان في البحرين أصبح مجالا واسعا ومتحققا على أرض الواقع، وحقق مفهوم الاستدامة في مجال حقوق الإنسان. لذلك نرى ازدهار حقوق الإنسان في كثير من المجالات، ويمكن يعني الواحد لا يتسع المقام للحديث عن مجالات حقوق الإنسان، فهي متسعة
تمس الإنسان وتمس البيئة وتمس الحقوق المختلفة، كل هذه المجالات. والحمد لله في الفترة الأخيرة البحرين ملتزمة التزاما تاما بتقديم تقاريرها الدورية لمجلس حقوق الإنسان وللأمم المتحدة. كل هذه التقارير لها إشادة دولية بالتزام مملكة البحرين، هذا ليس كلاما غير واقعيا بل واقع، ومن تأييد وثناء الدول في للبحرين في جميع المجالات. وهذا إن شاء الله ما نريد أن نستكمله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبفضل التوجهات الملكية لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. نعم بإذن الله. المحامي فريد غازي، كل الشكر لك على هذه المداخلة.